ثمار العسل، وهي أداة قديمة كانت تستخدم لحفظ العسل أو السمن، وتصنع من جلد الضب. تعرف ثمار العسل؟ هذا حاجة قديمة، ما أدري، في الوادي يقولونها ثمار العسل أو ثمار العسل، بعد ثمار العسل طبعا عبارة عن إناء جلدي من جلد الضب يحتفظون به العسل. ما تذكر؟ طيب زمان ما تذكر إيش يحتفظون فيه العسل ولا السمن؟ وعاء يعني وعاء مفتوح ولا لا 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 مغلق؟ مغلق. من ايش مصنوع؟ فخار تقريبا. للاسف يعني. طبعا غير موجود هنا. اي سؤال بسيط وسهل، هذا يقولوا انه عند الاجداد او اذا كان حد عنده يعني جد في بيت، نسال عن ثمار العسل او السمن. عرفت الثمار هذا اللي يحفظ العسل؟ اللي يحفظ العسل هذا كيف عرفته؟ هذا قديم، شكله طويل ومربوع كذا. متى اخر مره شفته؟ شفته قبل يمكن 6 شهور كذا. قريب شهور. يعني أيوة. وين شفته؟ شفته في سوين موجود. طيب شيء معك في بيتك؟ أعطي لك جايزة. لا أنا عندي في بيتي. اسأل عن هذا يعني عن مقتنيات شعبية عن ثمار العسل. عرفت العسل؟ أيوة معروف العسل. قديما كان له حاجة تحفظه يسمونها ثمار العسل. إيش هذه صحب حاجة؟ ثمار العسل. أيوة. متى آخر مرة ممكن شفته؟ ما اعرف. ما عرفتها انت ولا شفتها؟ لا لا عرفت. ولا قد شفتها؟ ولا قد شفت. واكيد ما هي موجوده. وما موجود معي. نسال عن ثمار العسل او السمن. عرفت الثمار؟ ايوه موجود معنا. ما هو فهمته الحين. ايوه عرفته، لانه هذا الثمار يعني من جلد الضب، ويقال انه يصنع من الحقيقي، يصنع من جلد الضب. هذا اللي يكون محفظه. هذا ورثته من ايام جدي. كانه لحظه اخر مره متى شفته؟ هو موجود معنا يعني في البيت موجود للآن. إلى الآن. بيتكم قريب ولا بعيد؟ بيتنا موجود هنا. بيتكم هنا في نفس البيت؟ موجود في نفس المبنى. يعني هنا وراء؟ أيوه. حياك الله، من اسمه؟ محمد عبد الله باكثير. محمد عبد الله باكثير من تونس. يقول إنه معه كم له سنوات وهو معه؟ عمره التاريخي لا يقل عن 150 سنة. أكيد؟ أكيد 100. إذا نذهب إلى بيت الأخ من؟ محمد عبد الله. محمد عبد الله باكثير في تريس، وان شاء الله يكون نفسه ونفس المواصفات او شبيهه بها او اقرب لها. ثمار العسل او السمن، عرفت الثمار؟ ايوه اعرفه. يقول انه توقع معه ولا ما هو معه؟ يقول انه معه قديم قبل 150 سنه. هل معقول محتفظ بحاجه قبل 150؟ والله يمكن يمكن لهم شيء حاجات قديمه ولا تراث تقع عني قصدك؟ تراث يمكن تحس. ما ادري وين موجود. تعال هنا يا باكثير، تعال ما شاء الله باكثير. هذا هو الثمار القديم، وهذا الغطاء حقه قطع من الخشب. لا بس يعني من زمان كذا محتفظين به معاده. ما شاء الله نفسه. هذا هو الثمار. نعم هذا هو طبعا ثمار العسل، والبعض يقول السمن بعضه، وبعضهم يحطون السمن. إذن هو نفسه الذي سألنا عليه او مشابه له اقرب. البحث صحيح وسليم، والمادة نفسها صحيحة، والمقتنى ما شاء الله. تقريبا كم له سنوات؟ والله هذا وهذا اليوم يمكن 150 سنة. يستاهل محمد. محمد عبد الله باكثير. محمد عبد الله باكثير مبدئيا للبحث وحفاظه عن هذا الموروث التراثي القديم. 15,000 ريال من الشركة العربية اليمنية الإسمنت. مبروك عليك مبدئيا. حياكم الله. المزاد الآن، كيف حالك يا محمد؟ حياكم الله. طيب معانا فقرة مزاد، ايش رايك بنشتري منك هذا الثمار؟ والله هذه شغلة يعني احنا طبعا نشتري حاجة مش يعني انت الان قلت ما تستخدمها، بس قيمتها التاريخية يعني تعرف هذه احنا نشتري تراث الاجداد والاباء. طيب فنحن يعني نعتز ان احنا هذا من عهد والد عهد جدي، ابو جدي. طيب الحين احنا شف طفنا باليمن بشكل عام ونشتري اشياء، ايش رايك بتبيع بنشتري منك؟ كم بتبيع مبدئيا؟ ايش رايك ب 5000؟ خلاص ولا كذا قديم 5000؟ لا لا يلا شباب ايش رايكم 5000؟ من دلال هنا يصبتنا ولا والله نحن ما نرغب في بيع يعني. هذا 10000 يا هديه. هذا 15000. زيدوا زيدوا، لانه هذا شوفوا قيمته التاريخيه. ظل لي الحين تقول لي قيمه تاريخيه معروفه. 20,000 ريال.
لا عادي. اسمع تبغى كلمة مئة ألف كلمة أبد. 25,000. لا لا خليك من الخبر. أنا شوف أنا بشتري منه حتى بمئة ونحن هنا يعني ماشي مشكلة. لا اسمع لا أعطيه يا ريال بخمسين على الله مدى. انت دليل. لا لا بخمسين خلاص قسمنا الطريق خمسين تمام. عندي انا اصبر. معنا يا محمد معنا ما شغلت فلوس هذا تراث الاجداد وهذا له قيمه تاريخيه الان بتعادل 25. شوف هذا لما نشوفه كان نشوف الجدي قدامي. اذا يتوقف المزاد عند ال 100,000 ريال. طبعا كثير قالوا يسالون عنه هذا ولا وجدوه. من يريد الشراء ب 100,000 ريال موجود هنا في تريس على خطها الرئيسي وفي سوقها مع الاخ محمد عبد الله باكثير موجود هنا على الشارع الرئيسي. طبعا مقتنى جميل وبعض اصحاب التراث طبعا يبحثوا عن هذه الاشياء واحنا فرصه ان احنا نشهر هذه الاشياء. 100,000 بتبيع ان شاء الله او اللي هو 700 سعودي زي ما قلت تقريبا. اذا 100,000 ريال يتوقف المزاد هنا لكم من اراد الشراء من سواء المغتربين او من اصحاب الخبره او من اصحاب الموروثات والتراث والمعار التراثيه. باقي لك هذه هديه ويفتح الله عليك هديه رمضانيه من برنامج الميدان واسمنت العربيه والشركه العربيه اليمني اسمنت. اسمع له تحيه اقوى يستاهل. حياكم الله خير. حياكم الله.